السلام عليكم الاخوات، اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد لاصوص مطيشه اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وغتولي معتمده عندكم ان شاء الله، يعني في رمضان وحتى يعني من بعد رمضان ان شاء الله. كما قلت لكم اللي ساهل لاصوص ديال مطيشه، يعني كتجي بحال مطيشه ديال الحك. قبل ما نبدا ان شاء الله معكم الفيديو، فكنتمنى اشتراك في القناه ديال بيوتي ميمي ودعموا القناه ديالي ان شاء الله بلايك. نخليكم مع الفيديو على بركه الله. اول حاجه هو خديت مطيشه، انا هنايا خديت 3 كيلو ديال مطيشه اللي غسلتها مزيان، وخديت حبه ديال الباربه وسلقتها، خليتها ليله كامله حتى بردات، درت فيها شويه ديال الملح، ما درتش فيها الماء، ملي كنت كنسلق فيها فما عملتش فيها الماء في صفه بخطره، فخليتها كتسلق وتسلق غير في ماها، يعني كنقصت البوطه وبوطه مهيله خليتها، ودرت معها ديك حبه وحده ديال الباربه كما قلت لكم، وخليتها كتبرد مزيان. ملي بردات غادي ناخذوا مولينيكس ونطحن، نحاولوا بان نطحنوا ديك المطيشه، نطحنوها مزيان. كما قلت لكم راه انني ما درتش فيها الماء، ويا ما شاء الله تلقات الماء غير بوحديتها. ملي كنطحنوا المطيشه مزيان فكناخذوا بانيو اولا طاسه، المهم كنديروا فوق منها صفايه، وكنصفيو هذيك المطيشه اللي طحنا باش ديك الزريعه وداك القشور ديالها نحيدو، باش تبقى عندنا لاصوص مطيشه يبقى عندنا صافي. هنايا ملي صفيت مطيشه ف كنحصل على هذا القوام، هذا اللي صافيه ما فيها لا زريعه لا قشور، يعني كتولي بحال مطيشه الحك. في الاثناء هذه بعد ما طحنتها وصفيتها فغادي نديرها في الكوكوط، وغادي نرجعها مازال البوطه كطيب حتى كتعقد ليا، كنزيد عليها شويه ديال الملحه. الا كنتو غادي يعني ما تستعملوهاش في الحريره ولا في مثلا شي وصفات بحال غادي تستعملوها في البيتزا، فزيدوا عليها معلقه ديال معلقه ديال السكر سنيده باش ما تبقاش فيها مذاقه الحموضه. انا غادي نخليها عادي لانه غادي نقدر نستعملها في الحريره في عديد من الوصفات اللي يعني ما نبغيهمش يكونوا حلوين. هي راه مازال غادي تقال اكثر من هكا، يعني اكثر من هاد اكثر من هاد التقوليه اللي فيها، ونبقاو مره كنحركو حتى كنحصلوا على داك الخليط اللي حنا بغينا، اللي تكون هذيك مطيشه تكون عاقده. وهنايا بعد ما عقدت لينا ديك مطيشه فكنخويوها هنايا في هاد القريعات، ونديروها في حتى هذوك المكعبات ديال الكونجيلاتور، يعني الا بغيتو تخبيوها في الفريكو. وراه كتعطي كميه لا باس بها، يعني انا 3 كيلو عطاتني هاد الطاسه وجوج قراعي وعاد هذيك ديال الفريكو. وبالنسبه لهاد القريعات هادو فخويو عليهم شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، والمكعبات فخشيهم في الفريكو. المهم ما تنساوش الاشتراك في القناه بيوتي ميمي ودعموا القناه ديالي فضلا وليس امرا، وتعطوني الاراء ديالكم على هذا الفيديو، وما تنساوش الضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد في القناه ديالي. وشكرا بزاف، وخليت لكم الراحه.